السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيناكم بالحلقة الثانية من البيت المسكون. اللي ما شاهد الحلقة السابقة اللي جبنا فيها العيد بنصح يشاهدها عشان يفهم القصة، ويلا نبدأ. أخيرا فيني أسرع شوي. يلا ذيك الوسخة مو هنيك. يلا يلا بنرمي الزبالة. من رمي الطابية؟ ما في شيء. دقيقة بس نحترس انه ورانا وشي هيك. شكل الحي كامل مسكونة وشي هيك. ايش هذا؟ عم بسمع صوت اقدام وشي هيك. شكله المكان هنا. ما في شيء، ما بعرف. هنا الله. يلا نجي من هنا. يلا يرمي الزبالة. حتى رمي الزبالة بيخوف بهاللعبة. ايش ها؟ وين برا؟ من حرك هاي الدمى؟ من حركك انت؟ مين؟ يلا شكلنا بنرجع. لا تقولوا لي ادخل هنا. ليش باب مفتوح؟ ايش الصوت؟ يا عمي عم الصوت هذا امامي. والله صوت جنبي. ايش الصوت؟ ايش هالصوت؟ ايش هالاصوات؟ يلا ما بدي العب معك انت. يلا تعال نلعب برا. يلا فتح. العمارة كلها مسكونة مو بس البيت ذاك. لا تقول لي اصعد لفوق، بعرفها عشان نختصر يعني الاحداث. يلا زي ما عرفت عشان نختصر الاحداث. يلا اذا البطل دخل بيت مسكون وبعدين قدر يطلع منه، ايش بيسوي؟ يرجع. وين الصوت؟ ايوه هنا. يا ديم عم بتقول انه ما في جيران؟ لا لا. ايش هذا؟ يا عمي والله اللعبة مرة تخوف. يلا في دم. ايش هالكيس؟ والله في جثة هنا. جثة يا محقق.
ما بعرف، شكله نحتاج رمز سري او شيء هيك. يلا بنبحث عليه. دقيقة بس، في رقم 3. ايوه انت اللي كان 5. يلا 5، ما في شيء، ما في نفتح ذيك. 3 و5، يلا ايش هو الرقم الثالث يا عمي؟ الله يعينك مع الدمية معفنة. 1 2 3 4 5، والله اني يعني مبين غبي هيك او شي هيك. يلا هنا هنا الزبدة. ايوه ذا اللي كان ناقص. 3 و5 و4، بنحتاج 4 دمى حق الكريسماس او شي هيك. كأنه هذا شخص او شي هيك، ما بعرف. ذيك اللعبة حق البداية، هذا ما ادري شنو. دقيقة من دقيقة، 1 2 3 4 5 6، يلا 6 5 4، يلا 3 6 5 4، يلا ايزي والله. اوكي حلو والله، حلو حلو حلو، بس لا تعيدها. والله مو هيك، والله مو هيك، والله والله اني انا صابر ومتحمل، والله اني صابر ومتحمل. يلا ايش حيصير الحين؟ يا عمي ايش هاي اللعبة؟ ايش ها؟ كأنه لف بطانية او شيء هيك. يا عمي ايش كل هاي الجثث؟ ما في شيء. يلا ايش بسوي الحين؟ لا وش صار؟ ايش صار؟ صوت أقدام هنا، مش موجود هنيك. يلا الزبدة، يلا نروح، يلا نروح. والله ماني عايز ابقى هنا. ليك ليك هاي الأعضاء.
خلاص خلوني يطلع خلوني يطلع والله يعني. احسن شيء انه ذول ما بيتحركوا، والله ذي افضل شيء باللعبة هاي، لو تحركوا خلاص بروح فيها. يلا بنبحث هنا، هذا مو دقيقة هنا هنا. في شيء هنيك؟ ايش هذا؟ ايش هذا عم بتحرك هنيك؟ يلا يلا يلا. ايش هذا؟ يلا يلا ما في شيء. كويس كويس. وراي ما في شيء. الله. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ يلا ابي يقول ان في شيء في الخزانه. يلا ما في شيء. يلا لا لا لا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ يلا يلا بنطلع بنطلع الحين صح. افتح الباب. يلا اطلع 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 اطلع. فتح الباب فتح الباب فتح الباب. لا ايش هالحركة الوسخة؟ مين؟ 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 اعذروني والله حسبت انه الصوت الطرق جاي من بيتنا. يلا يلا. ايوه ذا اللي كان ناقص. الله يعينه ذا. ما في شيء. والله انه هي من اوسخ الاشياء اللي عملوها في كل الالعاب. يلا يلا. لا 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 لا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله إيش هذا؟ في شيء هنا؟ يلا ثالث. إيش هذا؟ بسم الله بسم الله. إيش كاين؟ إيش في إيش في؟ يلا بسم الله بسم الله. يلا زيد اللعبة الرابعة. الله يعين.
يلا ايش بسوي؟ لازم نزين شجرة عيد الميلاد. وينه؟ نسان عيد الميلاد مو شجرة عيد الميلاد هاي. يلا 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 شكله بنرجع. ايش هذا؟ ايش هذا؟ يلا نرجع يلا. لا تقولوا لي نمشي من ذاك الطريق. بسم الله بسم الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. لا 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 يلا. ما بنخاف ما بنخاف ما بنخاف. برسنيس ايش هذا؟ يلا ختمنا اللعبة. يلا يا الله أخيرا.